في فير بلاي متواصلين حتى 25. نحكيو على مقابلات الجوله الماضيه من البطوله وكذلك المقابلات اللي باش تبدا بعد شويه ان شاء الله. 4 مقابلات، المستير تستقبل الاسبيرونس وكذلك مستقبل سليمان يلعب في العاصمه مع الشاب، ولو انه الشاب كانت هي باش تكون مضيفه. دونك باش ناخذوا كلمه على مقابلات البارح باختصار مع عند ضيفنا اليوم السيد منجي بن ابراهيم. قبل ما نحكيو اكثر بالتفاصيل على مقابلات الكل، سي منجي نعاود نرحب بك من جديد، وكيف شفت الجوله البارح؟ كانت شحيحه شويه من الاهداف خصوصا. تعرف اليوم راهو في وما ننساوش اللي الظروف اللي قعدت عايشتها تونس توا، والله يرحمه وينعمه الله يرحمه وينعمه الجندي، وان شاء الله لاباس خونا رامي معناه يخرج لاباس من العمليه اللي قاعد يجري فيها توا في سوسه. وتحيه تونس اليوم راهو الامن والجيش لازم نعطيهم الامكانيات اللازمه، لان اليوم راهو اوني كابابل في تونس بالامكانيات اللي عندنا بالكفاءات اللي عندنا باش نقاوموا كل شيء، لكن يفو متر لي مويان دو سا بوليتيك، وبقدره ربي ثم كان خير. انا كي نشوف اليوم في سوريا يلعبوا قدام 50,000 متفرج سارتان مومون، واحنا اليوم نلعبوا من غير جمهور قبل الكورونا طبعا، من غير جماهير، خلات لي اليوم اذا كانوا نشجعوا الامنيين نتاعنا يسون كابابل باش يامنوا برشا مباريات، على علم وانا الامني في تونس يلزم الناس تعرف بالستريس اللي قاعدين يعيشوا فيه ياخذوا في 100 مليم على كل ساعه زايده ايامات المباراه. دونك سي اون اونت بور موا، سي اون اونت، يفو متر لي مويان. وتو تشوف الناس اون فا سيربروندر با مال دو جون في الظروف الصعبه اللي قاعدين يعيشوا فيها، بقدره ربي ثم كان الخير ان شاء الله. ان شاء الله ربي يرحمهم ان شاء الله. دونك الجوله كيف شفتها سي منجي البارح؟ انا الجوله اللي اليوم اني قلت لك راهو المباريات اللي قاعده صايره توا معناها في بعد الكورونا، ونعرفوا اللي الترجي الرياضي التونسي معناها شامبيون دوبي دو 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 معناها برشا بوكو دو جورني، خلات اللي تنجم الترجي الرياضي التونسي تنجم تلعب بريحيه، لكن بار كونتر سي اس اس والنجم الرياضي الساحلي والنادي الافريقي يحبوا يلعبوا على المرتبه الثانيه. ما شفناش برشا اهداف خاطر ثم برشا 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 حسابات قاعدين الفرق تعمل فيها. شفنا التغييرات معناها في ظروف ماهيش سهله، قدوم سي فوزي البزرتي لتدريب النادي الصفاقسي في مباراه صعبه صعبه ضد معناها بريفو اللي هي صعيبه ضد النجم الساحلي قبل 3 ايام، قبل 3 ايام. خلات اللي انا عجبني كلام سي فوزي، قال انا نشكر برشا انيس بوجربان بالمعناها الليد اللي عملها اللي قدمها باش حضر المباراه هذه سي فوزي البزرتي، وشفنا الفوز لان شفنا فريق معناها فريمون متكامل اللي هو النادي الصفاقسي، وشفنا فريق اللي ما كانش موجود اللي هو اسمه النجم الرياضي الساحلي. كي يشوفوا التعامل مع فريق كما اسمه النجم الرياضي الساحلي، هذه نقطة استفهام في مسؤولين معناها في النجم الرياضي الساحلي حاليا. باهي نحكيو بعد اكثر تفاصيل على بقية المقابلات سي المنجي، لكن نحكيو شوية على الماتشات نتاع اليوم. اليوم الاسبيرونس تلعب مع المستير، ماتش كان مؤجل البارح، ظهر لي ترجي حطيت العنوان انها دون ترجي البطولة دون هزيمة. فما امكانيه نجم ترجي يكمل ولا المستير ايكيب سنة وذات اللي هي ايكيب باهيه معناها؟ هو الاتحاد المنستيري من اعز من احسن الفرق اللي قاعدين يلعبوا في كره قدم توا. نشوفوا الشابه زاده ما ننساوش، ونشوفوا سليمان، نشوفوا معناها النادي الصفاقسي توا قاعد يتعدى بظروف صعبه، ما توا قاعد يعدي في اداء طيب. نشوفوا في ملاعبيه ما شاء الله من طراز عالي قاعدين صغار قاعدين ينشطوا توا في الدوري التونسي. لكن اليوم الترجي الرياضي التونسي طبعا يحب يكمل الدوري هذايا من غير هزيمه، لهذا سي طموح كل فريق. والترجي الرياضي التونسي ولو انا معناها المردود ما كانش اكسبسيونيل، مي النتائج كانت موجوده. ما ننساوش اللي الترجي الرياضي التونسي بقدوم الملاعبيه اللي امونافي الملاعبيه اللي غادروا ما كانش التعويض نتاعهم. والنقطه الاخرى اللي معناها ثم ملاعبيه كيما بالرمضان اللي غادر الترجي الرياضي التونسي وهو حر، معناها خلات اللي صارت نفس الاشكال كيما الشعلالي. لكن اليوم الترجي الرياضي التونسي يلزمه، والجمهور تبارك الله يفهم في الكوره. اليوم كي نسمع جماهير تحكي على مباراه نقول اللي الجماهير هذه معناها اليوم تفهم الكوره. اذا كان الجماهير نتاع الترجي الرياضي التونسي متغشين على الفريق نتاعهم على المردود، مش على الدوري التونسي السنه، ولا خايفين على مباراه الكاس
وخايفين على شامبيونز ليغ كوب لاك ولا كوب اراب ولا معناها دون لي غران رونديفو. هذا اللي خلى اللي الجماهير قاعده معناها تحب معناها التغيير. ردوا بالهم راه التغيير ماهوش هو الحل. الحل هو يلزمك تجيب جوارات اللي المردود نتاعهم يكون احسن ولا كيف الجوارات اللي غادروا الترجي الجديد. جيستمو خذت المسؤوليه محملينها المعين الشعبي معناتها كان فما تنسي اللي السيد هذا معناه هز دو تشامبيونز ليغ في 6 شهور معناه السيد هذا هز زوج بطولات السيد هذا ما نهزمش معناه مش معناتها نحس اللي فما كانه كي تخسر الترجي المعين الشعبي كي تربح الملاعبيه معناه كان فما تقزيم للمجهود نتاع المعين الشعبي ولا ليه؟ هذه الانجراتيتود موجوده في تونس في كامل الفضاءات موجوده هذه معناها كي تبدا ربح ومعين 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 لكن اليوم اذا كان إذا كان معين تخلاوا عليه ملاعبية من طراز عالي وما عوضوهمش الملاعبية هذوما بملاعبية أوموا فرد مستوى خلي اللي المسؤولية ماهيش عند معين، مسؤولية خلات اللي الملاعبية هذيا كما تشوف البدري تشوف البليلي تشوف تشوف سعد بقير اليوم في السعودية معناها شوف المستوى نتاعو، خلات اللي الملاعبية هذوما ما عوضوهمش. اليوم ثم أنا عندي أنا الملاعبي الوحيد اليوم في الترجي الرياضي التونسي كأجنبي فريمون أجنبي هو بدران. لأن لو ريست أنا مونافي وتراي يسجل في هدفين ولا ثلاثة في السيزون في تونس نجم تلقى لاعب تونسي يسجل هدفين ولا ثلاثة وينجم يجي. سلمونجي حتى حكينا في الأوفر بيديكا قلت لك الكلام هذايا بخصوص الانتدابات الترجي ما كانش في أول موسم خاصة تفكر بعد ماتش السي اس اس أنا في صفاقس بعد ماتش الكبير اللي عملته اسبيرونس الناس الكل تهلل من الانتدابات ونجاحنا كبير معناها صحيح جابوا برشا ملاعبية لكن وقتها تقال برشا كلام أنه قليل وين تنجح في الكم هذا من الانتدابات. اليوم تبدلت الآية وما ثم برشا ناس راهو كيبداو يحكيو على الانتدابات يحكيو على الانتدابات يحكيو على أسامي ما يحكيوش على المردود. أنا نتفكر مزيان الأولاني هذاك اللي لعب في الكأس في طيب مزياني طيب مزياني اللي عدى مباراة اكسبسيونال وقتها مع الكلوب ووقتها صار فوز يظل 2-1 للترجي الرياضي التونسي من المباراة هذيك ما شفناش المزياني صحيح. بالكل خلات اللي أنت كنت تفكر كي كان موجود البليلي والبدري كي بداوا يلعبوا زوز مع بعضهم المستوى نتاع واحد من الملاعبية زوز ماهوش بنفس المستوى كي يبدا البليلي غايب ولا البدري غايب تشوف المستوى معناها خلات ياسر تمومو حتى البدري ولا احتياطي معناها في الترجي الرياضي التونسي. انا قلت سامبلومون اللي يقول الكلام هذا على اسامي ما شافش المردود اللي عنده ان انتيري بيرسونيل ماهوش الانتيري نتاع الفريق الترجي الرياضي التونسي لان اليوم انت باش تحمل معناها تستحق تلبس مريول الترجي الرياضي التونسي تكون عندك مستوى كيف ولا احسن من الملاعبيه اللي موجودين عندك. انا نقول اللي عكس اللي الناس اللي قاعده تحكي او عندي التسجيل في قناه قلت اللي امونافي جوارات اللي غادروا الترجي الرياضي التونسي ما صارتش التعويض نتاعهم. اذا كان انت اليوم معين الشعباني كان الكوتش اللي نعزه ويعرف هو شنو هو كان معين الشعباني اللي تي داكور بور لونجاجمون دو سي جوار لا هذوما يتحمل مسؤوليه طبعا مع الناس الكل وسورتو لو بروميير ريسبونسابل يولي هو معين الشعباني لان هو سيلوم دو تيران. لان انت اليوم كي تبدا عندك سي حمدي المدب وسي رياض بنور معناها في الترجي الرياضي التونسي الهيئه المديره ككل يخدموا باش يوفروا لك شنو من الملاعبيه اللي عندك خاطر اليوم راهو يزينا من لونجاجمون تاع جوارات سور فيديو ولا سور حاجه راهو خاطر يا بوكو دو ترافيك في الحكايه هذه. لان انا اليوم كي نشوف بونسو يلعب في الترجي الرياضي التونسي نستغرب كي نشوف بعض الملاعبيه تلعب في الترجي الرياضي التونسي نستغرب كي نشوف ان جون اللي هو ميموني من 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 اصغر الترجي الرياضي التونسي حاجه اكسبسيونيل بور موا سوناج لان اليوم قاعد يتسامبوز ومون افي هو فرد تاي او نيفو فيزيك كو بن ساحه ابن غيث مي امون افي ميموني الى ميور كو بن ساحه ابن غيث. دونك اليوم هذوما جوارات هذوما يلزم يلقاو رواحهم دون ان انفيرونمون باي باش لكن الماموريه صعبت على معين الشعبي. اذا كان معين اي تي داكور بور لونجاجمون دي سي جوار لا يتحمل المسؤوليه ومن حق الجماهير باش تحملوا المسؤوليه. انا حبيت ونقول لك الحقيقه حبيت معين شعباني وقت اللي فاز باللي دو شامبيونز ليغ يعمل اون اني سباتيك بس سيتي كيلكو شوز ديكستراوردينير لان سي حمدي المدب اي تي تري كوراجو. حمدي معين الشعباني وقتاش خذا الترجي الرياضي التونسي بعد الهزيمه 3-1 في انغولا في مصر ضد الاهلي المصري
ليه قبل خذاه بعد ماتش الكاردو فينال في انغولا ليسبيرونس خسرت للي 3-1 3-1 اللي ربحت في تونس وقتها خذ الماتش 3-0 يظهر لي انا وقتها والله في 4-1 وقتها 4-1 لما نحكي على الاهلي بعد المصري ايوه بعد لعب الدومي الاهلي اللي روتور فوالا اهلي وخسروا 3-1 في مصر الفينال هذاك مش الدومي الفينال فوالا وانا وقتها في اذاعه قلت نتمنى لسي حمدي المد بياخذ ان ديسيزيون كوراجوز اللي هي تغيير المدرب علاش حتى اقول لك علاش مش وقتها لا وقتها معين خذاها وقتها. اوكي فهمت علاش لان لان الامبيونس اللي كانت موجوده والحمد لله سي حمدي خذاه هو وسي رياض خذاه ولا ديسيزيون اللي لازم علاش خاطر سرت مومون وانا علاش عطيت البرونوستيك 3-0 وقتها لان الملاعبيه باش يظهروا اللي هما كانوا سرت مومون سرت كانوا مظلومين حبيت خالد بن يحيى يتنحى وقتها مش انا حبيت خالد بن يحيى اذا كان انا حبيت على الانتريم تاع الترجي الرياضي علاش هات نقول لك علاش خاطر لو ميساج اونت لي جوور نو باس با نو باسي بلو وانا نقولها انا خالد هو يعرف خويا وعشيري ولعبنا مع بعضنا في ليكيب ناسيونال خالد الى ان سول ديفو سي لو 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 ريلاسيونيل مع الملاعبيه خالد دوا وانا نصيحه كاخو دوا اوبليي كو لوي سيتي اون ستار دو فوتبول باسكو لا ستار دو فوتبول اليوم سي لي جوار تحب ولا تكره كي تشوف انت كيم لوف يورغن كلوب والناس الكل كيفاش يتعاملوا مع جوارات نتاعهم ويقول لك ويجاوبك ويقول لك سي لي جوار لي ستار سي با موا اي سي لي جوار كي فون لونترينور علاش خاطر لي بوكو بلو فاسيل دو فيري ان انترينور ك 11 جوار اليوم خالد سي بور موا ان دي ميور انترينور كو جي جامي فيو في تونس او نيفو دي زونترينمون او نيفو دو تو او نيفو تكتيك تو يا ان بروبليم ريلاسيونيل خلات اللي الملاعبيه سباس با كانت عنده علاقه سيئه مع الملاعبيه وقتها مع الملاعبيه هذا الملاعبيه انا عشت وشفت من الملاعبيه كلهم يحكيوا فيه الشيء هذايا مش انا نحكي فيه انا نعطيك حاجه اخرى انت لو ريلاسيونيل سي فوزي المنزرتي والترجي الرياضي التونسي ولا الفرق ولا ليكيب ناسيونال شنو اللي صار علاش انا عطيت 4-0 اخر مره ليبيا وتونس تونس في ليبيا خاطر لي جوار نو فون با اونتوندر ماهمش باش يسمعوا المدرب شنو باش يحكي باش يسمعوا عندهم هما هدف يلزم يفوزوا على فريق الليبي معاه على خاطر سيفوزي بنزرتي راني في الفريق الليبي وفات المباراه 4-1 معناها جيتي با لوان دو برونوستيك والبونتو اللي تماركا اللي ماركاه الهوني فيديو جاج لان ثم ديفونس انت بكره في الوسط وتلقى عندي اون ديفونس معناها في البوزيسيون مو هذاك انا لامبريسيون عطاو البونتو الهوني باش يماركي قدام جمهور التونسي خليت لي اليوم اللوم الوحيد اللي نعطي اللي نلوم على خويا خالد وعشيري ونعاودها وهو يعرف اللي تلمون ان بوتونسيال انورم اللي عنده c'est que s'il essaye de juste choisir qu'aya de régler le problème relationnel ma joueurette Khaled Ben Yahya pour moi un potentiel même pour aller entraîner l'équipe nationale inchallah بعد عمر طويل سيمون دركباير au sein de cette équipe nationale نحكي شوية عن مستير نجم نشوفوا مستير تكمل اليوم في الديسبيرونس نجم نشوفوا تلعب على مركز افريقي تشامبيونز ليج هو المستير او الكورونا ما اثرت برشا على الاتحاد المونستيري اثرت على الناس الكل لا سورتو الاتحاد المونستيري تنقول لك علاش الاتحاد المونستيري كان مع خونا الاسعد جرده في فريمون ماشيين فريمون فير لو شنو اللي صار؟ كان تتفكر صاروا اسرت مومون 6 ماتش روتار 7 مباريات روتار كان تتفكر منهم 3 مباريات نتاع الاتحاد المونستيري وقت هو كان في المرتبه الثانيه 3 مباريات تاع الاتحاد المونستيري يلقى روحه يلعب ضد النادي الافريقي في تونس ضد النادي الصفاقسي في صفاقس وضد النجم الرياضي الساحلي في مستير دونك جوي لي 3 ماتش هذوما دو سويت الاتحاد المونستيري سيتي ترو نحب ولا نكره لانك تلعب انت ضد النادي الافريقي في تونس ومن بعد تلعب ضد الشاب ولا معناها تنجم ثم حاجات تنجم تصلحهم مي دو سويت تلعب ضد فريق اسمه النادي الافريقي في تونس ربح وقتها فيه. لا ما ربحش لما ربحش الثلاثة مباريات هذوما يضر لي تعادل وزوز هزايم منهم الهزيمة الأخرانية في المباراة الأخرانية اللي عملها ضد النجم الرئيسي الساحلي في المستير كان انهزم ضد النجم الرئيسي الساحلي خلات اللي من بعد اوتوماتيكمون
لو دوت سي انستالي في الـ في الـ في الـ الاتحاد المونستيري، لكن نقول تو سامبلومون للاتحاد المونستيري العمل اللي قاعد يخدم فيه لاسع جرده بعد لاسع الدريدي، خليت لي اليوم الاتحاد المونستيري ماشي في طريق صحيح، وثم ملاعبيه اللي ما كانوش ينشطوا بالطريقه اللي هي موجوده توا حاليا كما جلاسي في كي كان في الملعب التونسي. شوف اليوم لو ريلاسيونيل ما بين لاسع جرده والملاعبيه اللي موجودين في الاتحاد المونستيري، خليت لي العمل هذا قاعد يعطي في فريمون نتائج باهية. المقابلة اليوم، اليوم ماشي نقول لك راهو الترجي نا بلو ريان ابيرد، سي الاتحاد المونستيري كي دوا فير ان ريزولتا بوزيتيف. هذا اللي باش يخلي اليوم اللي الترجي الرياضي التونسي نحبه ولا نكره بالكريتيك اللي قاعدين ماشيين، لي جوار سون اون بلان دوت اليوم، لكن وقاعدين نسمعوا تو هاو جوار باش يسافر او باش يمشي او باش يوقع. اوريزمون كي سي حمدي المدب الى معناها ريكوندوي لو 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 كونترا نتاع هوني، خلات لي اليوم الترجي الرياضي التونسي باش يحضر بلوتو الكوب ويحضر الماتشوات بور لا سيزون بروشين، اللي يحاول يصلح ويحاول يعمل المردود اللي ان الجمهور باش يكون معناها يستنى اسكو بالفريق هذا نجموا نعملوا حاجه بوزيتيف اي ولا لا، لان ونعاودها ونقولها راهو جماهير نتاعنا الكل كي تسمعهم يتكلموا فريمون عندهم اون كونيسونس على الفوتبول انكروا يا بخلات اللي اليوم الجماهير الكل تفهم الكوره وتنجم تناقشهم في كل حاجه وتنجم تحكي معاهم، ما تنجمش تخبي عليهم حاجات اشياء نقائص اللي الفريق هذايا الترجي الرياضي التونسي عنده موجودين النقائص هذه. المصلحه الكره التونسيه المستيريه تشارك عام الجاي في الشامبيونز ليغ تنجم تعمل حاجه، خاصه مهم جدا انه ملاعبيتها اغلبهم مطلوبين، اغلبهم ينجموا يخرجوا. بداية كانت مع اكبادو اللاعب اللي مشى لبلجيكا، حاليا تو ياسر جلاسي مطلوب، بوكبوتو مطلوب، اهم لاعبيتك مطلوبين، ولاكيد الاغلب منهم باش يخرجوا من اللاعبيه هذم. نجموا نشوفوا من مستير في نسخه باهيه العام الجاي في الشامبيونز ليغ، ترشحت ولا السي اس اس تو اقرب شويه؟ هو سي اس اس بلوتو، خاطر سي كازيمون امبوسيبل اليوم بقدوم سي فوزي البنزرتي اليوم، باسكو سي اس اس اليوم سي فوزي البنزرتي تو لي ديتاي اللي عنده هذوما وسيرتو لافونتاج اللي عنده كون لو في ونو او نيفو دي بوان، انت كي تشوف المره الاخرى يخرج وليد ويدخل الحباسي اشرف الحباسي، اشرف الحباسي ما شاء الله ما شاء الله، سي ان جوار كي على نيفو اوروبيان قلب الماتش. شوف بعد 13 دقيقه، شوف الدنيا بعد 13 دقيقه كان هو احتياطي، تصير الاصابه نتاع اللاعبيه نتاع النادي الحرزي، يعني من الحرز لا مش الحرزي اللي تضرب يضر حسين بن علي، حسين بن علي يدخل هو يشونج لا دون في مباراه مهمه ومهمه جدا، خلات اللي اليوم النادي الصفاقسي في طريق مفتوح للدوزيام بوزيسيون. لكن نقول انا اللي الاتحاد المونستيري ما يلزم يكون فرحان بالسيزون هذه اللي عملها، خلات اللي انت قلت على سؤال قلت تو على الشامبيونز ليج حتى في الكوب بلا كاف ولا حاجه الاتحاد المونستيري والفرق هذه راه ما تنجمش تعيش، واذا كان عندهم جوار ملاعبيه مطلوبين في تونس ولا خارج تونس باش ما تستغناش عليهم، من المستحيل لان الامكانيات تعرف صعيبه وصعيبه جدا. لا جيستيون تاع الاتحاد المونستيري جيستيون تعرفونا برشا، اللي كانت نقطه الضعف قبل اللي كانوا يتخالفوا في كل شيء، اليوم الاتحاد المونستيري اليد في اليد لمصلحه واحده اللي هي الاتحاد المونستيري. لكن اليوم اذا كان اوكبوتو اوكبوتو كان مشي يمشي للسعوديه سيتي بريسك في، والاجون اللي كان مشي يهزوا للسعوديه ما حبوش يتعاملوا معاه، يمشي من بعد يخرج اشعه وهذا شيء معناه ما يليقش المهمه هذه ما يليقش بالكل، اللي انا يمشي يحكي من بعد يقول لهم راه عنده مشكله في ركبته وكل شيء، معناه تو عنده نقول لك اوفيسيال عنده في امريكا اوكبوتو، عنده في فريق في امريكا، عنده فريق في بلجيكا، وعنده فريق في المانيا. دونك انا نقول المانيا ديفيزيون الاولى، الاولى ديفيزيون بريمير ديفيزيون اوفيسيال بلجيكا وسورتو بلجيكا وامريكا يحبوا على اوكبوتو. خلات اللي اليوم الاتحاد المونستيري ما ينجمش ما يتخلاش سورتو باللوفر اللي جات، كنت كي تاخذ جوار كيما اوكبوتو ما نعرفش ميم با بلا فلوس ميم با 50,000 ولا 60,000 دينار دو ترانسفير، خلات لي الاتحاد المونستيري اليوم منظم او نيفو دي ريكروتمون، لان المدرب هو اللي قرر والمدرب اذا كان الاتحاد المونستيري حاجه باهيه اللي اذا كان يتخلى على كبوتو ينجم يرجع
اسمه اللي يلعب في السعودية مش الفاسي الافانسانتر اللي بشايل الجوشي هذاك الطويل اللي يلعب في السعودية توا نتاع البستير نتاع البستير السيفي السيفي ما موش على ذمة الفريق ما تعرفش نجم هو يرجع لأن ما عادش عندنا أخبار عليه نجم إذا كان يلعب في الأردن بو مش في السعودية أردن أي نجم يلعب في الوحدات البطولة ويقف في الأردن ما فماش أخبار دونك إلي بوسيبل كو إذا كان الاتحاد المنستيري يتخلى على ملاعب كيكا وبالعلاقات اللي عنده لسعد جردة راهو في العالم أجمع النجم زاد راهو يعوض بسهولة كبوتول لأن اليوم الاتحاد المنستيري ما ينجمش يحط ملاعبي وهو ماهوش حاب يقعد هو يحب يمشي لاوروبا خليت لي الاتحاد المنستيري انا قلت سامبلومون لي راهو برشا حاجات قاعده صايره في تونس في تشوف النجم الرياضي الساحلي انت كي تشوف فريق كيما النجم الرياضي الساحلي يجيب لك كوليبالي ويعملوا له كونترات وقبل فيزيت ميديكال سي دو لاماتوريزم هذا 4 مليارات كي سي دو 1 مليون 200 ميل دولار معناها اكثر من شو ايش نقول لك حاجه سي دو لاماتوريزم هذايا الله يهديك انت كي باش تعمل كونترا باش تربط الجوار بالكونترا تعمل بند تسريحي كلوز ليبراتوار تتحط سو كونترا ني فالابل كالوبتونسيون دو لا فيزيت ميديكال هذا ما صارش خليت اليوم النجم الذي الساحلي يعاني في ظروف صعبه خلينا ما نحكيوش على كوناتي طوله 2 متر وما يخش حتى كره بالراس خليتي بون بريف سنحكيو بعد على في المنجي دونك الاخبار فدوى التركي بعد نحكيو على مقابلة الشابة وسليمين تبدا بعد شوية وبقيت مقابلة البارح في البطولة.